تحية طيبة مشاهدينا الكرام. صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والحرفيين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا. المشروع يهم حوالي 10 ملايين مواطن مغربي من الحرفيين، ويبقى أحد المشاريع الاجتماعية المهمة والاستثنائية التي وضعتها حكومة عبد الإله بن كيران. لكن لماذا تأخر عرض هذا القانون على البرلمان، خصوصا وأن الحكومة السابقة أحالته على المؤسسة التشريعية قبل 2.5 سنين؟ وما هي حزمة العلاجات التي يكفلها هذا القانون؟ ثم كيف ستكون مساهمات المستفيدين منه؟ هي أسئلة من ضمن أخرى مشاهدينا الكرام سنناقشها مع ضيف فقرة حوار من قلب البرلمان. ضيف فقرة حوار من قلب البرلمان الدكتور مصطفى الإبراهيمي، نائب رئيس لجنة القطاع الاجتماعي بمجلس النواب. دكتور إبراهيمي، مرحبا بك. مرحبا، شكرا. بداية، بعد طول انتظار، مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون رقم 1598 متعلق بالنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كسؤال، يعني لماذا هذا التأخير، خصوصا أن الحكومة السابقة حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران يعني أحالت هذا القانون على المؤسسة البرلمانية قبل 2.5 سنين؟ شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحق هذا المشروع هو من الأهمية بمكان، وهذا يوم تاريخي في عمر البرلمان المغربي بغرفتيه، لأنه يتوجه لواحد شريحة عريضة من المغاربة، ويتقدر عددهم تقريبا 11 مليون. صحيح بأن حكومة عبد الإله بن كيران صادقت على هذا المشروع القانون في يناير 2016، وتمت إحالته على البرلمان خاصة مجلس المستشارين في 21 يناير 2016. والمشكل أنه لم يتم مدارسته إلا في غشت 2016، تقريبا واحد الفترة ديال 8 أشهر ما كانش، يعني لم يدرج في النقاش. وفي الأخير يعني كانت خاصة في الأنفاس الأخيرة من عمر المجلس المستشارين وكذلك مجلس النواب، خاصة مجلس النواب، فلأن ربما كانت سنة انتخابية، ولهذا نعم كتكون حسابات. مدة 8 أشهر ولم يعرض المشروع للنقاش، هل كانت هناك إكراهات أم كان متعمد أم؟ نحن حسب ما وصل إلى علمنا يعني لم يكن هناك شيء يمنع ذلك، ولكن ربما يجب أن يوجه السؤال لمجلس المستشارين. وأنا في المداخلة في نقاش هذا المشروع أنا طرحت مجموعة من الأسئلة، سواء تعلق الموضوع بهذا المشروع أو أيضا تغطية صحية بالنسبة للوالدين، لأنه في نفس الفترة تطرح ديال التغطية الصحية ديال هاد الفلاحين والأجراء، يعني ماشي الأجراء ولكن المهن الحرة والمستقلين، الصناع التقليديين، وغنعطيو كاع يعني الفئات اللي غادي تستافد، وكذلك التغطية الصحية والتقاعد. إذا ثلاثة ديال المشاريع القوانين اللي طرحت دفعة واحدة، التغطية الصحية والتقاعد وكذلك التغطية الصحية. نعم، بالنسبة يعني للوالدين هذه المشاريع تكون عندهم طبيعة اجتماعية عادة، ما يعني ما كتعرق. هذا هو الذي يثير لدينا العديد من الاستفهامات، وشيء يعني اللي ما فهمناش. مجلس المستشارين يعني من الاختصاصات ديالو هذا المال، يعني هو تطرح، لأن الدستور كيعطي بالأولوية أن المشاريع القوانين تطرح بمجلس النواب، ما عدا المسائل اللي كتكون عندها علاقة بأمور اجتماعية أو اللي عندها علاقة بجماعات ترابية، فكتطرح بالأولوية في مجلس المستشارين. فكان الأولى أنها يعني تدير بواحد السرعة، ماشي سرعة كبيرة، ولكن على الأقل يعني بواحد النقاش يكون في واحد الوقت اللي مقبول ويتم تصويته عليه. نعم، ندخل دكتور، يعني تكلمتوا نرجعوا لهذا القانون رقم 1598. يعني القانون يتكلم على الفئات المستهدفه او المعنيه بهذا القانون، يتكلم عن الاشخاص المستقلين في العمل ديالهم، عن الحرفيين المهنيين، يعني كتوضيح شكون طبيعه هذ الاشخاص اللي غادي يستافدوا من هذا. والتغطيه الصحيه في المغرب كاين ثلاثه ديال الاصناف. نهار اللي جات القانون 6500 ديال التغطية الصحية، وضع الموظفين والأجراء، دار لهم واحد النظام سميتو التغطية الصحية الأساسية الإجبارية اللي معروفة بلامو، هما الناس اللي عندهم ميتويال ولا اللي عندهم سينيسيس. النظام الثاني هو النظام ديال الراميد، وهذا النظام اللي كتكلف به الدولة،
فهو ديال المساعدة الطبية، من الناس ما كيأديوش شي حاجة، اللهم شي حاجة قليلة وبسيطة وفي الغالب ما كيأديوش. النظام الثالث وهو الثلث الثالث ديال المغاربة ما عندهم والو، وهما الناس الفلاحين، يعني ما عندهمش حتى الجهات ولا نقابات اللي ممكن تدافع المطالب ديالهم. لا ما يعني ربما يدافعوا، ولكن اللي كان يعني الواقع ان ما عندهمش تغطية صحية وما عندهمش تقاعد، اللي هما الفلاحين، اللي هما الصناع التقليديين، اللي هما الناس اللي بعض اللي كيشتغلوا في الصيد البحري، اللي هما التجار، اللي هما السائقين ديال الطاكسيات والسائقين تاع وسائل النقل. هادو من ناحيه اخرى كاين ناس مهنيين اللي هما عندهم مهن منظمه كالاطباء والصيادله والمهندسين المعماريين والمحامين، هادو كلهم ما عندهمش تغطيه صحيه. الغريب ان مثلا ملي كنشوفوا مثلا طبيب هو الذي يعبئ هذوك الوثائق ديال التغطيه الصحيه للمرضى، هو ما عندوش، وهو ملي كيكون مثلا يشتغل في القطاع الخاص عنده ممرضين اللي كيشتغلوا معاه ولا الناس المساعدين، هو مضطر انه يدير لهم سينيسيس، وهو لا يستفيد لا هو ولا عائلته منها. وهذا يعني كان واحد الوضع اللي لا يعني لا يستقيم. يعني هذا يبقى كاجراء وكبرنامج اصلاحي من البرامج الاصلاحيه اللي وضعتها الحكومه السابقه، حكومه الاستاذ عبد الاله بن كيران. يعني خلينا نتكلموا على الحزمه العلاجات اللي كيكفلها هذا القانون، شنو طبيعه الامراض اللي ممكن يستفد منهم هذا القانون؟ فيه واحد المسائل مهمة بزاف. أولا يتميز عن التغطية الصحية اللي كيديروها الشركات ديال التأمين الخاص بواحد مجموعة ديال المميزات والامتيازات، منها أنه اللي مثلا كيجي عنده واحد وكيكون عنده مرض سابق، مثلا عنده السكري ولا عنده السرطان ولا عنده سميتو، كيقبلوا إلا مشيت لشركة خاصة كتقول لك لا، أجي بعدا قول لي واش أنت مريض ولا ماشي مريض، كنت مريض كيقول لك لا اسمح لنا. المشكل الثاني وهو قضية السن، ما كيوضعش واحد الحد ديال السن. في الغالب ديال الشركات الخاصة اللي كتوصل السن ديال 60 سنة كيقول لك ما بقيناش غادي نغطيو لك، وهو الانسان اللي كيوصل المدة ديال السن ديال 60 سنة هذيك هي اللي غادي الانسان غادي يبقى يمرض وغيوقع له مشاكل، هذيك الساعة اللي غادي يحتاج هو التغطية الصحية. ثم هذا النظام هذا عنده واحد الخاصية، ملي كنتكلموا على المساهمات كاين الفرق، لان واحد الشرائح مختلفة جدا. يعني الفرق بناء على معايير ولا معايير لانه فرق كياتي على اساس الدخل، كاين اللي عنده دخل عالي غادي يدار واحد النسبة على حسب الدخل الجزافي، واحد عنده دخل اللي يعني قليل فغادي يدار على حسب ذاك الدخل، والا الا درنا نفس المساهمة ما كاينش واحد، لان هذا نظام تضامني، هذا صندوق كل شيء غادي يدير واللي مرض غادي يستفد منه. اما فيما يتعلق بسلة العلاجات ما كاينش الفرق، ماشي لانه هذاك ادى واحد الثمن قليل فغادي ملي نجيو لسنة العلاجات نقولوا الله يخليك لا هذا المرض واخا وهذا المرض لا، لا جميع الامراض كلهم يتعالجوا بنفس سلة العلاجات، سواء هي نفس اللي كاين اللي معمول بها الان في لافورت تقريبا كتغطي اكثر من 43 مرض وواحد يعني مئات من الادويه اللي كتكفل. نعم يعني تكلمتوا على الاقتطاعات ولا المساهمات ديال المستفيدين من هاد النظام، وقلتوا انها يعني هي المساهمات جزافيه، يعني شنو هي ابرز المعايير ولا ابرز الخصائص اللي بنيتوا عليها على اساس المساهمات ديال كل مهني معين ولا حرفي معين؟ هو المساهمه غادي تكون على الدخل الجزافي، ماشي مساهمه جزافيه، لا هو غادي يجيو يشوفوا كل واحد حرفه من الحرف وغادي يشوفوا شحال الدخل ديالو. هذاك الفلاح راه كاين الفلاح اللي كبار الفلاحين وكاين الفلاح اللي راه عنده غير شويه ديال الارض معيشيه، ما يمكنش غادي نديرهم، ولكن غادي نقولوا في السنه شحال الدخل ديالو جزافيا، وعلى اساس هذاك الدخل غادي يدار واحد النسبه. إذا النسبة اللي غادي تكون على أساس الدخل الجزافي، باش هذاك اللي يدخل غير شي شوية يساهم شي شوية، واللي كيكون الدخل بزاف غتكون مساهمة يعني ديالو كبيرة. في آخر المطاف كيف ما قلتوا كيبقى هو النظام التضامني. نظام تضامني. أستاذ مصطفى الإبراهيمي نائب رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية مجلس النواب، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. الله يبارك فيك. إذا مشاهدينا الكرام، تبقى استفادة المهنيين المستقلين من نظام التغطية الصحية مرهونة بعدم خضوعهم لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وسيستفيدون من نفس حزمة العلاجات التي يكفلها نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض أو ما يسمى بلامو. مساهمة المستفيدين ستكون بشكل جزافي بحسب الفئات والمهن والقدرة المادية للمستفيد. مشاهدينا الكرام، نمر الآن إلى فقرة صدى البرلمان وأحداث الجلسة العامة بمجلس النواب.
عرفت الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب لهذا الأسبوع طرح مجموعة من الملفات والقضايا ذات البعد الاجتماعي ركزت في مجملها على الجانب الصحي. فبعد انتظار دام سنة ونصف صادق مجلس النواب وبالإجماع على مشروع قانون 1598 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والمقدر عددهم بحوالي 11 مليون مستفيد أي 30% من السكان الذين طال انتظارهم لهذا القانون. أنا كان أعتبره في العدالة التنمية هو عرس مهني اللي أعطى لهذه الفئة اللي ما كيدافع عليها حد واللي طبعا الحكومة نتاع الأستاذ عبد الله بن كيران هيئت لهذا المشروع نتاع القانون وجات الحكومة نتاع الدكتور سعد العثماني واللي فوقتها فعلا تنجز هذا القانون. فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أثار أيضا خلال هذه الجلسة إشكالية الخدمات الصحية في الأقاليم المحدثة وطالب بالرفع من مستوى جودة الخدمات الصحية بهذه الأقاليم وإيجاد حل للخصاص المهول الذي تعاني منه فيما يخص نقص المعدات الطبية والموارد البشرية بغية توسيع فرص الحصول على الخدمات الاستشفائية محليا دون التنقل إلى الأقاليم والمدن المجاورة. فهذا الإشكال بما أنه إشكال وطني احنا بغينا نتيروه باش الوزارة المعنية ومن خلالها الحكومة كاملة تهيئ البرامج المستقبلية لتطوير هذا القطاع الحيوي بالنسبة للمواطنين. وطبعا فريق العدالة والتنمية دائما في خدمة المواطن. وفيما يتعلق بالتغطية الصحية للطلبة تساءل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن الأسباب الحقيقية التي تجعل الطلبة لا ينخرطون في نظام التغطية الصحية إذ أنه من أصل 50,000 طالب استفاد فقط 28,000 طالب. وفي هذا الصدد أكد خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة ستشخص الوضعية وتبحث عن الأسباب التي تجعل الطلبة لا ينخرطون في نظام التغطية الصحية مشددا على حق جميع الطلبة في تغطية صحية مجانية وهي المبادرة التي ثمنها فريق المصباح الذي دعا إلى الرفع من مستوى التواصل الإعلامي لتشجيع الطلبة على التسجيل والاستفادة من التغطية الصحية. يبدو أنه خصو يدير واحد المجهود على المستوى الإعلامي والتحسيسي والتواصلي باش الطلبة يعرفوا بأنه كاين برنامج ديال التغطية الصحية لفائدتهم. وأثناء يعني هذا الإقبال يمكن تبان يعني أسباب التعطل للسيد الوزير بنفسه تيقول بأن مازال ما عرفوش واش متعلقة بالإدارة واش متعلقة بالطلبة واش متعلقة بالازدواجية ديال التغطية الصحية مثلا الطالب والوالدين إلى آخره. كل هذا الشيء غادي يجي من بعد أثناء التقييم. التغطية الصحية للطلبة كما ينص القانون رقم 1216 تشمل كل طلبة التعليم العالي العام والخاص ومتدربي التكوين المهني الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم في أسلاك تتطلب التوفر على شهادة البكالوريا بمن فيهم الطلبة الأجانب. ويعد إطلاق التغطية الصحية للطلبة إنجازا غير مسبوق بالنسبة للحكومة السابقة بحيث يتكامل مع الإرادة في توفير المزيد من الخدمات الاجتماعية للطلبة لضمان كرامتهم من جهة ولتخفيف عبء كلفة الخدمات الصحية عن الأسر من جهة ثانية بغية الحد من مسببات الهدر الجامعي وتعزيز قيم التضامن الاجتماعي. مشاهدينا الكرام نمر الآن إلى فقرة أجندة لنتعرف على برنامج الأنشطة التي ستعقدها المؤسسة البرلمانية في غضون الأيام المقبلة. We'll be right back.
إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم عين على البرلمان. موعدنا يتجدد في الحلقة القادمة. دمتم بخير وإلى اللقاء.